أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. أهلا وسهلا بكم في قناة سوق الحكايات والقصص. قصتنا اليوم بعنوان القزم الشجاع والعملاق الجبان، وهي من القصص الخيالية المثيرة والمشوقة. أرجو أن تنال إعجابكم. ضع السماعات، أغلق عينيك واستمع. كان يا مكان في قديم الزمان، وفي سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. هبت نسمات الهواء اللطيفة تحمل عبير البحر وذرات المياه المنتعشة فوق سطح المحيط الواسع، لتمر على جزيرة بعيدة عن عيون البشر وعالمهم. وعلى تلك الجزيرة الغريبة العجيبة يعيش العمالقة في هدوء تام وسلام ووئام. إن مجتمع العمالقة على هذه الجزيرة فريد من نوعه، حيث يتمتعون بطباع خاصة ويعيشون حياة بسيطة. وفي البداية دعونا نتعرف على هذا العالم والمجتمع الساحر، ونتعمق في حياتهم المليئة بالجمال الذي لا تراه عيون البشر ولا يشبه عالمهم. هؤلاء العمالقة يعيشون في منازل ضخمة مصنوعة من أخشاب والأحجار العظيمة لتتناسب مع أحجامهم. لهم أعمال يومية مليئة بالإبداع والتعاون، ويعملون في مختلف جميع أعمال البناء وصيانة المنازل، كما أن أسماءهم غريبة وتصف حالتهم. وبشكل عام كان العمالقة يقدسون العمل الجماعي ويعتبرونه أساس النجاح واستمرار حياتهم. وهم كذلك يؤمنون بالتخصص، فلا يعمل أحد في عمل الآخر، وكل رب أسرة يورث مهنته لأولاده، وبذلك يكون قد ضمن لهم كسب الرزق. كانت حياتهم بسيطة وهادئة، فهم يتسمون بالسعادة والتقدير للأشياء البسيطة. فعلى الرغم من حجمهم الضخم، إلا أن قلوبهم كبيرة ومليئة بالمحبة والخير والسعادة. كانت مهنة صيد الأسماك على جزيرة العمالقة هي أرقى المهن وأصعبها، فلم يكن هناك شيء يخيف قلوب العمالقة مثل البحر وأمواجه المتلاطمة، وخاصة عندما يثور. وبما أنها مهنة شاقة وتحديات البحر تجعلها أصعب بكثير، لذلك كانت تحديا كبيرا لمن يعمل بها. وتبدأ حكايتنا في ذلك اليوم وعلى شاطئ البحر، حيث جلس غليظ كالعادة ينظر إلى الأمواج والمياه الزرقاء أمامه في رعب وخوف، وهو التحدي الكبير عليه. فلقد كان الابن الوحيد لأحد أكبر صيادي البحر، ولكنه عملاق طيب القلب يخاف الاقتراب من البحر ويخشى الموجة، ويرى في عمل والده تحديا لا يستطيع تحمله. وكم كان يتمنى أن والده يعمل في مهنة أخرى. أما والده والذي يدعى قاسي، فقد كان يعتبر أن القوة والشجاعة وصيد البحر هما المفتاح للنجاح في هذه الجزيرة. كان يعتبر كذلك أن الصيد تقليد ومهنة عائلية لا بد أن يرثها من بعده غليظ، وبالتالي كان يرغب في أن يكون ابنه الوحيد مثله. ومع ذلك اكتشف أن ابنه يفضل السلامة والتواجد على الشاطئ خائفا من الاقتراب من المياه. حاول والده كثيرا معه، وتعددت المحاولات ما بين اللين والقوة لإقناع غليظ بالنزول إلى البحر والصيد، ولكن كل تلك المحاولات قد باءت بالفشل. وأخيرا توجه له والده في ذلك الصباح بصحبة بعض من رجاله ليقول له في صوت قاس وعال مثل صاحبه: ألا يكفي هذا يا بني؟ ألن تتجرأ اليوم يا غليظ وتشاركنا الصيد؟ يا بني
إنها مهنة أبائك وأجدادك. نظر غليظ بدهشة إلى والده ومن معه، وقد علم أن والده قد أضمر شيئا ما في صدره، فقال بسرعة: دعني اليوم يا أبي، فأنا أشعر بالإرهاق والتعب. هنا صرخ والده فيه بحدة وكشر عن أنيابه وغضبه الشديد وقال: لقد فاض الكيل، أنت فتى جبان رعديد، لقد سئمت منك ومن ضعفك. اسمع يا غليظ، ولن أعيدها، إما أن تنزل اليوم معنا للصيد، وإما فلترحل عنا، وسوف أعلن للجميع أنه لا ابنا لي، وإني قد تبرأت منك، وعندها لن تجد لك أبدا زوجة، وسوف تعيش وحيدا دون صديق ودون طعام. لقد سئمت منك أيها الجبان يا عديم النفع. ظهر الفزع على وجه غليظ، فلقد كانت العقوبة التي يتحدث عنها والده أشد وأقسى أنواع العقاب، فالتحول إلى عملاق ميت أهون بكثير من أن يعيش بين العمالقة منبوذا. صرخ غليظ وقال: لا تفعل هذا يا أبي، فقط أمهلني القليل من الوقت رجاء. وهنا تحرك الأب قاسي ناحية ولده الوحيد، وبحركة خاطفة نزع عن صدره القلادة التي تحمل اسمه وشعار مهنته، وقال أمام الشهود من القوم العمالقة في حدة: فلتشهدوا جميعا يا قوم، إن هذا ابني قد نبذته عني، وإن لم يثبت نفسه ومكانته في قومه فلن يشاركني الطعام أبدا ولن يشاركني السكن، وهو منذ هذه اللحظة منبوذ. لم تكن كلمات الأب هنا مجرد تهديد ناتج عن لحظة غضب، فلقد جرت العادات في مجتمع العمالقة أن الأب له مكانة القاضي والحاكم فيما يتعلق بمكانة أولاده، وبالتالي ما فعله الأب أنه نزع عن ولده قلادته واسمه، وقد تم التبرؤ من غليظ أمام مجموعة من العمالقة، والأب الذي كان له مكانة بين القوم لقوته، وبالتالي فلقد كان الحكم هنا قطعيا نزل على مسامع غليظ كما الطامة الكبرى، فخارت قواه وسقط أرضا، وعيناه تترجى والده أن يتراجع عن حكمه، ولكن هيهات، فلقد صدر الحكم والقرار، ولن يكون هناك استئناف أو معارضة. وترك الأب ولده على الأرض وانسحب في هدوء بصحبة الرجال متوجهين إلى البحر للعمل والصيد. بقي غليظ على الأرض ممددا لفترة غير مصدق ما قام به والده، لقد أصبح منبوذا وحيدا غير مرحب في مجتمع العمالقة، وعليه الآن أن يتكفل برعاية نفسه، فلم يعد له مكان في ساحة الطعام ولا حتى مكان للنوم. ما فعله والده معه لا يتم إلا مع المجرمين من العمالقة، ولم تشهد الجزيرة من قبل أن نجا عملاق واحد من النبذ لفترة طويلة. نهض غليظ ومسح الدموع من عينيه، وقرر أن ينصرف من المكان وأن يشق طريقه منفردا، وأن يذهب إلى مكان منعزل يرتاح فيه ويفكر فيما يمكن أن يفعله. وتوجه العملاق غليظ ماشيا ناحية قلب الجزيرة يفكر ويقلب الأفكار والذكريات، ليجد نفسه أمام سلسلة من الجبال والهضاب، فقرر أن يتسلق أحد الجبال المرتفعة، وما هي إلا دقائق حتى كان على مقربة من قمة الجبل حيث وجد مغارة بسيطة، فقرر أن يدخل إليها ليحتمي من الشمس ويرتاح من عناء التسلق والمشي. دلف غليظ إلى المغارة وجلس ينظر إلى الوادي أسفل الجبل وإلى الجزيرة والبحر البعيد، والأفكار تعصف في رأسه: كيف سيأكل؟ وكيف سيعيش الآن وهو منبوذ عن قومه؟ رغما عنه انهارت العبرات ساخنة على وجنتيه،
وتحول البكاء إلى نحيب. وهنا وفجأة سمع غليظ صوتا يقول له: عار عليك أيها العملاق أن تبكي كالأطفال الصغار، لقد دمرت صورة العمالقة في نظري. انتفض غليظ وبدأ ينظر حوله ومسح الدموع عن عينيه وقال: من هنا؟ أجابه الصوت وبسرعة: أنا هنا في جوارك، انظر إلى الأسفل أيها الضخم ولا تتحرك بعشوائية حتى لا تدوسني، هل كل العمالقة مثلك؟ نظر غليظ إلى جواره ليجد شخصا قصيرا جدا يرتدي ملابس الفرسان والتي لم يكن يعلمها، قد كان جالسا مستندا بظهره إلى جدار الكهف، وبالكاد كان طوله يساوي ذراعه. نظر له غليظ بدهشة واقترب برأسه منه وقال: من أنت يا هذا؟ ولماذا تجلس هنا؟ وماذا تكون بحق الله؟ قال القزم في حدة وفي شيء من السخرية: ولماذا تسأل أو تهتم؟ هل تريد أن تكون صديقي مثلا؟ أنا مجرد قزم، ولكنك تبدو لي كطفل ضائع عن أهله، هيا أخبرني من أنت ولماذا تبكي يا عملاق الصغير؟ نظر غليظ متعجبا من هذا الكلام ومن هدوء ذلك الشخص القصير وحجمه وملابسه التي كانت مختلفة تماما، فلم يجد أي رد مناسب، إلا أن نظرات الدهشة والفضول والتعجب كانت كافية لينهض واقفا وقال محاولا أن يرفع صوته: أنا اسمي وسيم، وقد جئت إلى هنا أولا، وجلست في مكان هذا من قبل أن تدخل أنت إلى المغارة، وقد جئت من أرض الأقزام مطرودا. تبسم غليظ وقال: وأنا اسمي غليظ، وقد جئت إلى هنا منبوذا من أبي وقومي، ولكن أين هي أرض الأقزام؟ ولماذا تم طردك؟ ظهرت علامات التفاهم على وجه وسيم وقال: يبدو أن الله قد جمع بيننا يا غليظ. حسنا، سأحكي لك عن سبب طردي من القوم، ومن ثم تقص حكايتك. وهنا اقترب غليظ من القزم وسيم الذي جلس في مكانه وبدأ يحكي قصته ويشرح عن أرض الأقزام، والتي تقع في سهل منخفض أسفل الجبل من الناحية الجنوبية، حيث يعيش الأقزام في ذلك المنخفض بين الجبال والهضاب، وتتألق أرض الأقزام بجمالها الساحر، معزولين عن صخب العالم الخارجي في مجتمع متكامل بسيط يحكمهم كبير القبيلة ويهتم بشعبه. وأقزام السهول لهم حياة بسيطة، حيث يعملون بالزراعة والرعي لتأمين احتياجاتهم اليومية. وعادات الأقزام تتسم بالاستقرار، يحافظون عليها منذ القدم ويعتبرونها جزءا من هويتهم، وفي كل يوم يجتمع الأقزام للاحتفال مساء، يتبادلون القصص والأغاني ويشاركون في الرقصات التقليدية والتي تعبر عن فرحهم، ويتقاسمون الضحك والبهجة، ويشعرون بالتواصل الحقيقي مع بعضهم البعض. ويحب الأقزام الهدوء والاستقرار، إلا أن وسيم كان يحلم بالمغامرة والاستكشاف، كان متمردا على كل التقاليد، لا يهتم بالمهرجانات والاحتفالات اليومية وحياة السكون، كان يريد خوض التحديات والمغامرات واستكشاف ما خلف الجبال والعالم خارج حدودهم المألوفة. وسيم كان يمتلك رغبة قوية في الخروج عن المألوف والتحدي، لقد سمع كثيرا في الحكايات والقصص عن البحار والمحيطات الشاسعة، ولكنه لم يرها، ولقد سمع عن القوارب والسفن، ودائما ما سافر بخياله إلى بلاد بعيدة وتمنى لو يراها وأن يستكشف الغابات والجبال والبحار. كل تلك الطموحات جعلته مكروها من قبل الجميع
وخاصة والده المزارع البسيط الذي كان مقربا من كبير الأقزام، وهو ما جعله على الرغم من جرأته ورغبته في التغيير محل سخرية من قبل باقي الأقزام. كانت طبيعته غير التقليدية سببا في استنكاره، واعتبروه تهديدا لتوازن المجتمع، حتى جاء اليوم الذي فاض به الكيل وقام أمام كبير القبيلة في وسط العشيرة والأهل يسأله عما يوجد خلف الجبال، وأخذ وسيم يقول: نحن قوم جهلة لا نرى إلا ما هو قريب من أقدامنا، والعالم من حولنا واسع وكبير وجميل، لماذا لا نخرج لنستكشف؟ لماذا لا نتعرف على أقوام آخرين؟ هل نحن الوحيدون في هذا العالم؟ من أين تأتي تلك القصص والحكايات التي نرويها في كل يوم؟ هل المحيطات والغيلان والعمالقة وحوريات البحر مجرد خيال؟ أم أنها حقيقية في هذا العالم؟ وما سبب الرضا في هذه الحياة البسيطة بينما هناك المجد خلف تلك الجبال؟ لم يحتمل القوم ولا الزعيم ما يقوله وسيم، وبدأت الهمهمات تعلو وتبشر بالنذير. وهنا قرر كبير القبيلة أن يكتم ذلك الصوت وقال: لقد عاش شعبنا لمئات وألاف السنوات هنا على هذه الأرض الطيبة، ومن خرج من قبل هلك ومات وانقطع ذكره. ما دامت حياتنا لا تناسبك يا وسيم فاخرج من هنا وابحث عن تلك الحياة التي تناسبك. وبناء على كلمات الزعيم كبير الأقزام، تم نفي وسيم من أرض الأقزام وطرد من المجتمع الذي لم يستطع فهم طموحاته وشجاعته وتميزه. وعلى الفور بدأ وسيم رحلته الخاصة لاكتشاف ذاته وإثبات قيمه ورؤيته الفريدة، وجمع كل ما تمكن من جمعه من زاد وأدوات وسيف وسهام، وتوجه إلى الجبال الشمالية وبدأ بتسلقها حتى وصل إلى المغارة، فجلس ليرتاح قليلا، وما هي إلا لحظات حتى دخل المغارة غليظ العملاق ليجلس بجواره يبكي. هنا انتهى وسيم القزم من حكايته، بينما كان غليظ يستمع إليه باهتمام وعناية، وأخيرا قال: يا لك من شخصية حمقاء يا وسيم، هل تركت والديك وعائلتك من أجل حلم ورغبة في اكتشاف المجهول؟ قال وسيم: ربما يكون الأمر مجرد حماقة في نظرك أنت أيها العملاق، ولكنه حلم ورؤية وهدف يستحق لو مت من أجله. والآن أخبرني أيها الضخم، ما هي حكايتك ولماذا كنت تبكي؟ هيا احكي لي كل شيء، فأنت أول اكتشافاتي في العالم الخارجي. هنا فرد غليظ ظهره إلى جدار المغارة وبدأ يقص على وسيم ما حدث اليوم، وكيف أن والده قد تبرأ منه لمجرد أنه يخاف البحار والصيد. واسترسل غليظ في الكلام عن تفاصيل حياة العمالقة ومشاركتهم لبعضهم البعض، وأنه الآن دون مأوى ومعرض للموت جوعا. أخذ وسيم يستمع إلى العملاق باهتمام ودهشة، فعلى الرغم من الاختلافات الكبيرة والعظيمة بين العملاق والقزم، إلا أن التشابه كان واضحا وجليا، فكلاهما خارجان عن المألوف، لهم طبائع مختلفة عن ذويهم، وكلاهما منبوذان، ولعل هذا ما جمع بينهما، وربما هذا الجمع فيه فائدة. بعد فترة من حديث العملاق طرأت برأس وسيم فكرة وقال: هل تعلم يا صديقي أنك قد أضفت إلي الكثير؟ لقد صدق حدسي وتأكدت من أن خلف تلك الجبال عالم مختلف، فها أنا الآن أرى بعيني عملاق من العمالقة، وقد عرفت كيفية حياتهم
وطرق معيشتهم، وعرفت أنكم قوم مسالمون وليس كما يشاع عنكم في العديد من القصص والحكايات. قال العملاق غليظ في ابتسامة رقيقة: وأنت كذلك قد أضفت إلي كثيرا، ولكن ما الفائدة؟ إن هي إلا أيام ونموت من الجوع، ماذا يستطيع أن يفعل شخص مثلك أو مثلي؟ هل سيتغير العالم من حولنا لمجرد أن هناك عملاق قد قابل قزما عن طريق الصدفة؟ هنا نهض وسيم بحماس، وقد أشعلت تلك الجملة الأخيرة نار المغامرة في قلبه، وقال: نعم، نستطيع تغيير العالم هذا إذا ما قررت يا غليظ التعاون معي، وأنا أعدك يا صديقي المنبوذ أننا سوف نحقق أهدافا عظيمة، وسوف تتمكن من استعادة مكانتك في مجتمع العمالقة. ظهرت ملامح الدهشة على وجه غليظ، وقال: وكيف يمكن أن يكون هذا التعاون؟ وكيف يمكنني أن أستعيد مكانتي؟ نظر له وسيم بعفوية وقال: من خلال التعاون وتبادل المهارات. انظر إلى نفسك يا غليظ، أنت عملاق طويل وعريض وقوي، تستطيع أن تتسلق الجبال في دقائق وقطع مسافات طويلة في ثواني، كما أن لديك خبرة في مجال الصيد، وكل ما تحتاج له هو الدافع والتغلب على خوفك هذا، وأنا كما ترى صغير الحجم مقارنة بك، ولكن لدي من المرونة والمهارات الاستكشافية والعقل ما يمكنني من مساعدتك ودعمك حتى تسترد مكانتك، كما أنني طباخ ماهر أيها العملاق، ويمكنني أن أساعدك في إعداد الطعام الكافي لمعدتك هذه، ويمكن لكل واحد منا أن يتعلم شيئا جديدا من الآخر. راقت الفكرة إلى غليظ، وبالفعل قرر الاستعانة بوسيم من أجل الحصول على الطعام، وكذلك للتغلب على خوفه من البحر والصيد. وعلى الفور أمسك العملاق بالقزم في يديه ووضعه بحرص على كتفه الأيمن، وتوجها سويا من المغارة باتجاه أرض العمالقة. وبدأ غليظ يسير وعلى كتفه الأيمن وسيم، وما إن نزلوا عن الجبل حتى نزل وسيم عن كتفه وقال: والآن سوف أعد بعض الطعام، راقبني وتعلم يا صديقي. وبدأ على الفور وسيم في قطع بعض الأشجار الجافة والأخشاب، وجمع الحطب لإشعال النار، بينما جلس غليظ يراقبه مبهورا برشاقته وسرعة عمله ولياقته. وبمجرد أن حصل على النار طلب وسيم من العملاق أن يحافظ عليها وأن يضع المزيد من أوراق الشجر والحطب حتى يحضر الطعام. توجه وسيم إلى أحد المراعي القريبة وبدأ يستخدم مهارته في التخفي والحركة السريعة الرشيقة، وباستخدام القوس والسهام نجح باصطياد بعض الحيوانات الصغيرة الشاردة، وعاد على الفور إلى مكان النار يشوي تلك الحيوانات، بينما كان غليظ مستمتعا بما يحدث. وأخيرا قال: لابد أن أشهد لك يا وسيم أنك شخص متعدد المواهب، تستطيع الصيد والطهو والنجاة وحيدا، بينما نحن العمالقة لا نستطيع العيش منفردين، فسر قوتنا في تجمعنا. قال وسيم: التعاون بين الأفراد أمر عظيم، والآن عليك أن تحملني إلى البحر. تبسم غليظ وعلى الفور حمل وسيم على كتفه وتوجه به إلى شاطئ الجزيرة، وهناك وقف وسيم فوق كتف العملاق ينظر إلى البحر الواسع الممتد إلى الأفق، واشتعلت بداخله الكثير من المشاعر وراح يصرخ بأعلى صوته: انظر يا أبي، ها أنا أقف فوق كتف أحد العمالقة، وأمامي البحر الأزرق العظيم
الذي طالما سمعت عنه في القصص والحكايات، ليتكم هنا لتشهدوا وتعلموا أن الحياة فيها الكثير والكثير. تأثر غليظ كثيرا بتلك الروح المغامرة، وأخذ ينطلق يجري على الشاطئ ليعطي وسيم تجربة ومغامرة مميزة. بينما أخذ القزم يصرخ مبتهجا بسعادة وحماس، وما هي إلا لحظات حتى توقف غليظ وقال وسيم: لابد أن خلف هذا البحر الكثير من المغامرات. هل تتصور كم من الكائنات المدهشة الموجودة في هذا العالم؟ لقد سمعت الكثير من الحكايات عن البشر والجن والغيلان وحوريات البحر، أليس اكتشاف العالم أمر مذهل بحق؟ قال غليظ وبهدوء: نعم هو كذلك، ولكنه أمر خطير يا وسيم. قال وسيم مبتسما: وما المتعة إلا في الخطر يا صديقي. والآن أخبرني، لماذا تخاف البحر والصيد؟ لقد ساعدتني في الحصول على متعة اكتشاف رائعة، والآن دوري لمساعدتك في أن تكون صيادا ماهرا. نظر غليظ إلى القزم عن يمينه وقال: لا أعلم، أظن أنني دائما قد خفت من البحر. يبدو أن أمواجه المتلاطمة ولا سيما صوتها المرعب يثير ذلك في داخلي شعورا بالهلع. وأما بالنسبة للصيد فقد نشأت مع والدي، وكان يعتبره واحدا من الواجبات الضرورية، ولكن الخوف من المياه لا يفارقني. نظر له وسيم وقال: والآن حان الوقت للتغلب على هذا الخوف معا، وسنتعلم كيف نتحدى هذا الخوف ونستمتع بمتعة الصيد بدلا من أن يكون مصدرا للخوف. لا تقلق يا صديقي، سوف نخوض هذه التحديات معا، وستجد أن التغلب على هذا الخوف يفتح لنا أفقا جديدا من المغامرات والمتعة. هل أنت مستعد؟ راح غليظ يلتقط نفسا عميقا ويقول بتردد: أعتقد أنه يمكننا التعاون، أنا مستعد وسوف أجرب لنبدأ هذه المغامرة، ولعلني أجد فيها شيئا يجعلني أتغلب على هذا الخوف القديم. قال وسيم بحماس: والآن أخبرني واشرح لي كيف يتم الصيد، فأنا متحمس للبدء في اصطياد الأسماك وتجربة طعمه، فنحن الأقزام لا نعلم سوى طعم أسماك النهر الصغيرة. بدأ هنا غليظ يبتسم ويقول: أسماك البحار تختلف كثيرا عن أسماك الأنهر، بل لا توجد مقارنة هنا بالأساس، ونحن العمالقة نصطاد الأسماك بطريقة الشباك. وبدأ يشرح هنا غليظ عن كيفية صيد الأسماك، موضحا أن الصيد باستخدام الشباك هو طريقة قديمة قد توارثوها أبا عن جد، وتعتمد على مجموعة من المراحل، وأولها أن نصنع ونختار الشبكة المناسبة بناء على نوع الصيد ومكانه، والشباك تختلف في حجم الفتحات والتصميم، وبعد ذلك يتم وضع الشبكة ونشرها داخل الماء بطريقة تمنع هروب الأسماك، ثم تثبيتها بواسطة الحواف الثقيلة، وبعد ذلك لابد أن يعمل الصياد العملاق على جذب الأسماك ناحية هذه الشبكة، وهي الخطوة التي تعتبر أكثر خطورة، حيث يضطر العملاق الصياد إلى السباحة وإرهاب الأسماك لتندفع تجاه الشبكة التي تحتفظ بالأسماك داخلها متعثرة في خيوطها. وأخيرا يقوم الصياد بجمع ورفع الشبكة بعد التأكد من جمع عدد واف من الأسماك بها، وبعد الخروج من الماء يتم فحص الصيد وجمع الأسماك، ويمكن تكرار هذه العملية في مواقع مختلفة وعلى مراحل متعددة. كان وسيم يستمع إلى كلمات غليظ مبهورا بحق بكل تلك المعلومات،
حول صيد الأسماك، وكان يتعجب كيف أن هذا العملاق على الرغم من براعته ومعرفته بكل تلك الأمور إلا أنه يخاف البحر والأمواج. ولكن السؤال الأهم الآن، كيف يتغلب غليظ على هذا الخوف؟ ومع نهاية حديث العملاق المطول قال وسيم: ما رأيك يا عزيزي أن تساعدني في صنع شبكة صغيرة مناسبة لي؟ أريد أن أصطاد وأن أقوم بتجربة ذلك الشعور الرائع. وافق غليظ على ذلك بسعادة، وتوجه سويا ناحية أحد أطراف الجزيرة الضيقة التي كان الصيادون العمالقة يتخلصون عندها من الشباك القديمة، وبدأ يجمع غليظ تلك الشباك ويحاول أن يعيد استخدامها لصناعة شبكة صغيرة تتناسب مع حجم وسيم الصغير. وبعد فترة من الزمن كان غليظ قد انتهى من صناعة الشبكة وناولها إلى وسيم، والذي تخفف من ملابسه ونزل إلى البحر تدريجيا، وبدأ ينصب ويضع الشبكة متبعا تعليمات العملاق، والذي تحمس لما يفعله صديقه القزم، حتى أنه ساعده مرارا وتكرارا في وضع الشبكة واجتذاب الأسماك، وكانت النتيجة رائعة، فلقد تمكن وسيم من صيد بعض الأسماك الصغيرة والتي تتناسب مع حجم الشبكة والتي لم تكن كافية لهما، لكنهما قد رضيا وفرحا بالنتيجة. جلس الاثنان على الشاطئ والسعادة تغمرهم، وقد قام القزم بطهو الأسماك، وبالطبع تناول منها العملاق كمية كبيرة حتى تكفي معدته الضخمة، وحل الليل سريعا، ولدى كل واحد منهما شعور بالرضا، فلقد نجح وسيم في أول تجربة صيد، بينما نجح غليظ في منح القزم مغامرة جيدة. وعلى شاطئ البحر ناما ينعمان بأحلام بسيطة وجميلة. وفي صباح اليوم التالي عندما استيقظ العملاق والقزم قررا الاستمرار في الصيد، ولكن بعد صناعة شبكة أكبر لصيد أسماك أكبر حجما. وبالفعل بدأ غليظ في صناعة شبكة أكبر من مخلفات الشباك القديمة، بينما راح وسيم يكرر ما تعلمه بالأمس باستخدام الشبكة الصغيرة، ولكن غليظ لم يتمكن بعد من تغلبه على الخوف. وعندما بدأ وسيم بنشر الشبكة كما فعل أمس، أخذ الموج يشتد حتى أخذ معه وسيم صارخا بأعلى صوته بأنه يوشك على الغرق، ويطلب المساعدة من غليظ الذي كان يراقبه، وصراخ وسيم يهزه ويزيد من رعبه، وبدأ يشعر بالعرق يغطيه من شدة الخوف، فها هو صديقه الوحيد يغرق ولا حول له ولا قوة. في تلك اللحظة قفز العملاق إلى الماء لا يعرف ماذا يفعل، ولكن إصراره على مساعدة وسيم قد حرك شيئا ما بداخله. أخذ يصارع الأمواج حتى وصل إلى صديقه، وهو لا يصدق بأنه قد دخل إلى البحر الكبير وصارع أمواجه. خرج حاملا صديقه إلى بر الأمان، والذي بدوره شكره على إنقاذه وقال مبتسما: لقد تغلبت على خوفك يا غليظ. ضحك العملاق بصوت عال، وقد كان هذا الضحك انتصارا على مخاوفه. في ذلك اليوم تجرأ غليظ ونزل ليصطاد بنفسه مع صديقه ليضمن حصة أكبر من الأسماك، وبالفعل كان الرزق وفير. وتدريجيا تجرأ العملاق على الدخول إلى المياه أكثر، وكلما شاهد الشبكة وقد امتلأت بالأسماك تحمس وزادت فرحته. وفي نهاية اليوم جلس الاثنان منهكين من التعب، وقد قاما باصطياد وطهي كمية كبيرة من الأسماك والتي كانت كافية لهما بل وزادت عن حاجتهم. في تلك الليلة قال غليظ: هل تعلم يا وسيم، إنها المرة الأولى لي التي أنزل فيها إلى البحر
وأصارع الأمواج، بل هي المرة الأولى التي أستمتع فيها بالصيد. رد وسيم وبهدوء: هذا لأنك كنت تعتبر دائما الصيد مجرد مهنة أنت مجبر عليها، ولكنك الآن تنظر إلى المتعة والمغامرة فيها، وتكتشف جوانب جديدة في العمل بعيدا عن الواجب والالتزام. قال غليظ وهو يفكر: هذا صحيح، بالإضافة إلى وجود الصحبة الجيدة والتي تضيف البهجة والمتعة إلى العمل. أشعر أنني الآن أستطيع العودة إلى والدي والمطالبة بقلادتي واسترداد مكانتي. قال وسيم في فخر وسعادة: نعم، يمكنك هذا يا صديقي، ولكن عليك أولا أن تصطاد سمكة عظيمة غدا حتى تعود إلى والدك وأنت تحمل شيئا ثمينا. وصمت الاثنان وناما تحت أضواء النجوم، وبدأ كلاهما يحلم بالغد وما يحمله من مغامرات. في صباح اليوم التالي عكف غليظ على صناعة شبكة كبيرة، والتي تستطيع بفضل فتحاتها وحجمها أن تصطاد أكبر الأسماك، وتعاون معه وسيم الذي كان يقوم بجمع الحبال المناسبة. وعندما أشرقت الشمس نزل الاثنان إلى البحر ونشروا الشبكة الكبيرة، واندفعا يجذبان الأسماك ناحية الشبكة. كانت الأسماك الصغيرة تمر من بين فتحاتها، فلقد كان تصميم الشبكة يستهدف الأسماك الضخمة والعظيمة. وظل غليظ العملاق يندفع يمينا ويسارا ويحاول جاهدا أن يجذب سمكة عملاقة، مدفوعا بالحماس والرغبة القوية باستعادة قلادته واسمه وشرفه ومكانته. بينما وقف وسيم يراقبه بتعجب من ذلك التطور الرهيب في شخصية العملاق الذي كان منذ يومين يبكي في المغارة. وأخيرا توجهت سمكة عملاقة ناحية الشبكة بعدما قام غليظ بحصارها وجذبها ناحيته بمهارة، لتسقط تلك السمكة العملاقة في حبال الشبكة. وهنا صرخ العملاق فرحا، وما هي إلا لحظات حتى خرج من الماء يجمع الشبكة ليرى تلك السمكة العظيمة تتلوى غير قادرة على الخروج من الشبكة. لقد كانت السمكة بالنسبة له أكثر من صيد ثمين، بل كانت تمثل له استرداد مكانته في مجتمعه. قال وسيم في سعادة ممزوجة بالفخر: لقد نجحت يا غليظ، إنها أكبر سمكة رأيتها في حياتي، إنه حوت عظيم مثل الذي سمعت عنه في الحكايات، إنها تكفي قبيلتي كلها. وأخذ يضحك بصوت عال، بينما تبسم العملاق واندفع يرتدي ملابسه وحمل السمكة العملاقة على كتفه الأيسر، بينما وضع وسيم على كتفه الأيمن، وتوجها ناحية الصيادين. في ذلك الوقت حضر الصيادون مع كبيرهم قاسي الذي فوجئ بولده الوحيد غليظ على الشاطئ ينتظر، وبجواره سمكة كبيرة لم يصطد مثلها منذ وقت طويل. تقدم الأب ناحية ولده وقال: يا إلهي، كيف تمكنت يا ولدي من صيد هذه السمكة وحدك؟ قال غليظ بفخر واعتزاز: لم أكن وحدي يا والدي، بل رزقني الله بصديق قام بنزع الخوف والرهبة من داخلي. وهنا كشف غليظ عن كتفه الأيمن وعن وسيم الذي وقف مبهوتا ينظر إلى هذا التجمع من العمالقة، وقال بصوت عال: السلام عليكم، أنا اسمي وسيم، جئت من قرية الأقزام والموجودة بين الجبال في قلب الجزيرة، وقد تشرفت بمعرفتكم. اقترب قاسي من ذلك القزم متعجبا، وقد تعجب أكثر من أن هذا الصغير قد تمكن من مساعدة ولده في 3 أيام فقط، بينما هو فشل طوال
20 عاما. كانت دهشة العمالقة من حوله لا تقل أبدا، وراحوا يمطرون وسيم بالتساؤلات حول مكان قريته وماذا يأكلون وكيف يعيشون. وراح القزم بثبات رهيب يجيب عن كل ذلك بأدب وهدوء. وأخيرا اقترب كبير الصيادين قاسي من ولده الوحيد ليضع القلادة التي نزعها عن رقبة ابنه سابقا. قام باحتضانه وقال: عودة حميدة يا ولدي، أخيرا وجدت لك مكانا يليق بك بيننا، أهلا بك في مجتمعنا من جديد. تبسم غليظ وقد شعر بالإطراء والفخر وقال: هذا شعور عظيم يا والدي، ولكن وقبل العودة أريد مساعدة صديقي. قال الأب بفخر واعتزاز: ونحن سوف نساعدك ونساعده، ولكن كيف؟ هنا تبسم غليظ وراح يخبر الجميع بفكرته ليصلح ما بين وسيم وقبيلته. وتمت استضافة القزم في أرض العمالقة وقضى المساء معهم وتناول الطعام ونام في منزل غليظ. وفي صباح اليوم التالي نهض الجميع وتوجهت مجموعة من العمالقة يتقدمهم غليظ ووالده قاسي ناحية الجبل والمغارة، بينما كان وسيم يجلس على كتف صديقه الذي عبر المغارة إلى الجهة الأخرى من الجبل، ومن خلفه والده مع العمالقة. بدأ الجميع يتوجه إلى السهل المنخفض حيث قرية الأقزام والتي شاهدت ذلك المنظر الرهيب، فخلعت قلوبهم وسقطت بين أقدامهم وراحوا يتجمعون يصرخون منتظرين هجوم العمالقة، وراحت عقولهم تتخيل أبشع طرق الموت والقتل والتنكيل. أدرك زعيم القرية أنه لا مفر ولا طاقة لهم بملاقاة هؤلاء العمالقة القادمين من الجبال، وراح يفكر في أي شيء ولكن لا فكرة تسعفه. وقد تجمعت القرية من حوله ينظرون ماذا يفعلون، إلا أن صوت العملاق غليظ قد جاءهم لكي يطمئنهم ويقول: يا معشر الأقزام، لا تقلقوا ولا تفزعوا، لقد جئنا في سلام. كانت تلك الكلمة كافية لتثبت قلوب الأقزام وهم ينظرون إلى العمالقة تقترب وبهدوء. وعندما اقترب غليظ من أطراف القرية خر على الأرض ليظهر وسيم وينزل عن كتفه أمام الجميع، والذي صرخ قدر المستطاع ليسمع كل من في هذه القرية: أيها الناس، لقد عدت إليكم بصحبة العمالقة لأقول لكم أن هذا العالم كبير وجميل ويستحق الاستكشاف والمغامرة. لقد رأيت البحر الأزرق الكبير وتعلمت الصيد وأكلت من طعام العمالقة وتذوقت من جمال طعم البحار، بل لقد صنعت جسرا للصداقة بين الأقزام والعمالقة، وهم رائعون، لديهم من الإمكانيات الكثير ولديهم ثقافة مختلفة، وقد جاءوا لكم بهدية تعبيرا عن صدقهم. وأريد أن أقول إنني لست بواهم أو مجنون، أنا فقط ابنكم البار الذي يريد لكم الخير. بدأ الجمع من الأقزام يتقدم ليتأكد من أن العمالقة فعلا يبتسمون، وقد أحضروا معهم سمكة كبيرة تكفي أهل القرية كلها والتي نجح غليظ في اصطيادها أمس. تقدم العملاق قاسي ليضع السمك أمام الجميع، وهنا تقدم زعيم الأقزام ليتحدث بكلمات مقتضبة غير واضحة، ولكنه نجح من خلالها في التعبير عن سعادته بتلك الهدية وفرحته بعودة وسيم ورغبته في مد جسور الود والصداقة بين العمالقة والأقزام. وهكذا تعاون الأقزام والعمالقة على شق الطرق بينهم ومد صلات المحبة والصداقة بين الشعبين. عاشت الجزيرة في وئام دام لسنوات وسنوات
ما بين العمالقة والأقزام، وذلك بفضل القزم الشجاع وسيم وصديقه العملاق الجبان، بل نقول الذي أصبح شجاعا ومن الصيادين الأكفاء. انتهت الحكاية.